go straight, please. You know الفرح restaurant? Yes, madam. Please go there. I would like to have some pizza and soup. حاضر مدام. عماد انت ها؟ لك هون انا يا زلمه 200-300 مرة عم دق لك ما ترد علي، وين كنت؟ كان عندي اجتماع هندي بالمركز الثقافي الهندي. اجتماع يا زلمه؟ طب رد علي، بدي اياك ضروري. اخي شو بدك تقول لي؟ امرني ليتني انا جاهز. شوفي 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 ما في شيء ما في شيء. جيب له قهوه ل ابو جعفري. مو بدك قهوه؟ ايه. مصيبه لك عماد، مصيبه. انا واقع بمصيبه، انا خرب بيتي، انا انتهيت. شو صاير معك؟ قل لي. اول مره بشوفك مكركبه الكركبه. شو هي؟ سرقت سياره. سرقت سيارتك؟ ايه. مين سرقها؟ واحد. شو هالحكي؟ الله وكيلها. سرقت راحت معك بهنا؟ بده ينام. ترجاني واعطاني شويه دراهم. طمعت انا، انا الحق علي. طمعت انا، طمعت. زلنا على ارنفين، نيمنا ساعتين، رحت ضربت شيشه ورجعت، ما لقيته لا هو ولا سياره. لا مالك حاجة، تخيلني يا زلمة شلون فرقت؟ مثل ما عم بقول لك. وليه على هالمصيبة؟ هلا شو بدك تعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بدي خبر الشرطة. ايه بس يدروا بدهم يفنشوني. يفنشوا؟ ايه. يعني أنت بتعمل المصيبة ونحن بنعلق فيها. ليش أنت شو دخلها؟ شلون شو دخلني؟ هلا إذا فنشوك أنت، أنا شو بده يصير بحالتي بدبي؟ لك هلا عم تفكر بحالك بدل ما تفكر فيني. لك يا رب جانتي، هذا الموضوع مو أنت المستهدف فيه. لك مين؟ هدول مستهدفيني أنا. عم يأذوني بأعز صديق عندي العمى. وليه؟ يخرب بيته لهالدرجة؟ مينو هدول؟ مينو هدول؟ جيب لنا شاي. لأمرك معلم عمرو. مين هدول؟ مين هدول؟ أنا عم بسألك مين هدول؟ مرحبا عفاف. هلا فيصل. وينك انتي؟ في الدوام، بتأخر شوي بس مو بوايد يعني. أول ما خلص بكلمك أنا. زين؟ يلا باي. دوام؟ هيك لك. طيب. طب شو بدي اعمل انا؟ يضلني هيك عم بتصفهم بالحيطان وحاطط ايدي على خدي وقاعد؟ لا يا ابو جانتي، ليش انا رفيقك؟ ليش انا موجود هون بدبي؟ شو بعرفني؟ انا بدي اجيب لك اياها للسياره. بس انت شو؟ تاكد انك تعرف ملامحه للزلمه. بعرف ملامحه، قلت لك شكله كله مليون بالمية. قوم امشي معي، قوم امشي امشي. لوين؟ شو بعرفني؟ لا انا عم اقول لك لوين. لك انت قلت لي امشي لوين؟ بعرف قلت لك امشي، بس ذكرني لوين. لك امشي يا زلمه. امشي امشي. تفضلي مدام. ثانك يو. اكسكيوز مي باي، بليز قصر شوي موسيقى، يا ريت تسوي تليفون. حاضر مدام. الو. مرحبا حبيبي، شخبارك؟ فديتك. أدري أنك ترياني عند التليفون، تستنى اتصالي صح؟ فديتك. شو تسوي؟ إنزين، أنا جايتك الحين جايبتلك شوربة، إنزين؟ بأكلك إياها بإيدي، إنزين؟ بتاكلها وبعدين بناكل بيتزا. فديتك. يا الله لو تدريش قد مشتاقت لك وايد حبيبي. إنزين أقول، لبست الملابس الجديدة اللي جبت لك إياها؟ كيف طالعة؟ يا فديتك. زين شوف، قوم الحين البسها، أبى أشوفها عليك. البس لي إياها اليوم، أنا ما بتأخر عليك. فديتك في الطريق الحين جايتك. أوكي حبيبي. لحظة أعطيني بوسة. أمه حبيبي أحبك. يلا باي. بس
كمان جايبتي له طقم؟ والله لكفنك فيه انت وياه. عاشو يا ابو جاندي، بيسلموا لك سيارتك ونحن وين؟ في نص دبي وانا معه. بعيد على رقبته. والله الحق مو عليك. على مين؟ علي سمع كلامك وطلع يدور معك، لك في حدا بيدور على سيارة مسروقة بهالطريقة؟ لا انت شو فاهمك من العصابات هدول؟ انا خابصهم عاشنو؟ ما بتحفظ سيارتك ترجع لك انت؟ ليه كثير رح ترجع؟ بعدين هلا نحن بالشارع، هلا ممكن جايين نطلع لنا السيارة هون، عرفت شلون؟ فورا نلقي القبض عليها. ايه نلقي القبض عليهم هلا بشرفك، إذا مرقت السيارة وشفنا اللي سارقها، نقدر نلحقه بهي البسكليت الكركيعة؟ إذا ما عرفنا نلحقه بناخذ نمرة السيارة، بنعرف شو هي مين هو. خلصنا بقى رفرفيت، يستر على عرضك، انا رايح على الشرطه. لا روح على الشرطه، قلت لك روح بدك تروح حالك انت هون بدبي. اخي لازم روح على الشرطه، ما بصير الحكي. هلا اذا انت كنت عايز تجيب لك ابو جانتي، انا شو بدي احصلك؟ منين بدي اجيبك انا؟ خلص اعمل مثل ما عملت لك، انا بجيب لك السياره. هلا حبيبي. حبيبي ليش طلعت برا الحين؟ تستناني؟ يلا اوكي ايتك، ما بطول عليك، دقايق وبكون عندك. باي يا عمري، مع السلامة، في امان الله، باي. Keep the change. Thank you, madam. قديش رقمها؟ مسروقة. الله عم جانتي، يعني لما خربت البسكليت صرتك تتخلى عني وتروح عند الشرطة وما بعرف شو تعمل لي، تخلي لي قصص هلا؟ هيك هلا انا بدي اتخلى عنك سوا؟ شو قصة الشرطة يعني مع الشرطة؟ عم اقول لك اذا بتروح على الشرطة بدي بطوه. ما حقدر لاقيها انا وياك يا اخي، لازم تقبل الشرطة جوا. انا بلاقي لك يا بس خذ ها هدول الشركة اكيد بدي روح. ادرو يس ماي كار وير؟ نو اي نو وير بس بركي مو سيارتي يعني. Gloria Hotel? Yes, 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 my car, but I was with customer. I'm coming now, 5 minutes. Okay. Bye-bye.
لقوا السيارة. لك شو لقوا السيارة؟ طجلون انت. لك هدول عم يضحكوا عليك هذا كمين مشان تروح لهنيك يعملوا لك مشكلة. اسمع مني يا وجانتي عميل مثل ما عم بقول لك، هلا بنصلح الديسبليت وبننبر بندور على السيارة بقى. لا انا ناقصني استناك كل عمري لك لقوا السيارة عم بقول لك بلا كمين بلا بطيخ خاطرك. روح مصطفى. عمو هذا عم جانتي شو متهور؟ وهي كمان معك تصلح معي أحسن شيء أطلع بها السفينة روح جيب الطيارة وإجي شيء المسكلة. وين بابا هاي؟ أنا ما أنا بابا كمان رفض مسكلتي روح جيب الطيارة الهليكوبتر ونجيب السفينة. سامحيني لأنه شكيت فيك. الله لا يحرم أي مخلوق الدنا، ويبدو عقم أعمالي على أبي وخلاني شك بأقرب إنسان إلي وبأغلى مخلوق على قلبي. وانت يا أبو جانتي سامحني، سامحني إذا وقعتك بأي مشكلة أو سببت لك أي ورطة، ادعي لي انه زوجتي تسامحني لاني شكيت فيها. والله يخلي لك ابنك جانتي ولا يحرمك. في عصير، في شاي، في عصير بركة. لك شغلتك انت، هي شغلتك الصحون. ايه عم وسع الصحون على الطاوله. ايه مو شغلتك. ما شغلت مين هاي؟ شو هذا اللي لابسه؟ هذا من شان الزبائن بس يشوفوني يتفائلوا، ما يتشائموا. ما دبوس ايدك ما جنني، فوتش تحفوك. ماشي بس ما بدك. لا لك تعب. شو هي؟ عماد؟ وين رحت انت وبجانتي؟ انا والله تعبان، تعبان من تعبي خف سمعي ونظري وعم بعرض. عمادو حبيبي اللي وين رحتوا ببعدك عن بيت ثانية. ماشي. لك وين رايح؟ روح عالبيت. ما عم تقول لي بالاول اللي شو بدي لك؟ قل لي وين رحتوا؟ لك اخي والله لفقتني هلا خليني اعرف اشتغل انا لقيت الزباين كلها عم تشتغل. لك يا معلم انا ابو جانتي موصيني فيك ولازم ما زعلك انا لا تخليني زعلك. هي ما بعطيك انا عندي شغل. طلع لا هذا الكم خليهم. شو بدك حبيبي؟ شو بدك حبيبي؟ شوف يا ابو جاد هذا الملف مكتوب فيه كل شيء عنك انت. والله شو هذا الملف الي؟ والله متسين باينتو شي حلو. والله يا بجانتي صار عندك ملفين، ملف هنيك وملف هون. وليش كل هالشي معلم؟ اول شيء يا بجانتي انا مو معلم، انا موظف مثلي مثلك في هالشركه. الفرق البسيط اللي بيني وبينك ان كل واحد له شغله، وثانيا انا صراحه تعبت من كثر ما احميك. تحميني من شو؟ عم تحميني من اخطائك.
أخطائي؟ الله يسامحك يا أستاذ، الله وكيلك، أنا يعني عم بشتغل ليل نهار لحتى بيض وشي معكم وأحصل على جائزة أفضل سائق عربي موهوب في دولة الإمارات العربية. أنا أعرف هذا الشيء زين، وأعرف أن سيارتك تجيب أعلى مدخول من بين السيارات في الشركة. أنا مو مشكلتي في المدخول. لكن شو مشكلتها؟ السيستم، السيستم اللي احنا نمشي عليه، وإذا أنت ما تتبع السيستم اللي احنا نمشي عليه يعني بتسبب مشكلة في الشركة، وهذا الشيء مو مقبول أبدا. هلأ السيستم هاد بيقول إنه أنا ما لازم ساعد الناس؟ يعني إذا طلع معي حدا ومحتاجني أتركه بأرضه وأمشي؟ أنا ما قلت كذي، في جهات مختصة إن تساعد الناس، أنت عليك تخبرنا عنهم ونحن بنتصرف. شوف يا أبو جانتي، أنا فاهم عليك زين وأعرف عنك إنك ريال طيب، بس هذا ما يمشي عندنا، ما يمشي مع نمط الحياة اللي إحنا عايشينها. الواحد فينا لازم يسوي اللي عليه وياخذ حقه وبس. أنا اللي أبغيه أبو جانتي يدير باله على أبو جانتي وبس. وبس؟ بس. إيه؟ سلام. سلام. وبعدين مع هالشغلة؟ لسا سيستم 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 سيستم. هلكني هو يلي سيستم؟ والله أنا ما عم بطلع عن السيستم، وأحلى شيء هون هو السيستم، وأنا كتير حابب السيستم، بس يعني السيستم بده يغير لي طبعي. لا يا أبو جانتي، والله ما بقدر شوف حدا بحاجة إلي وما ساعده. أنا لك حاجة قهوة يا خاطو؟ والله هيك ما عاد فيني نام الليل. ليش بتنامي بالليل؟ على بنا قلتي استعراضاتك كلها بتصير بالليل. طب شو بدنا نعمل؟ والله ما حدا بيرضى يحضر استعراضاتنا بالنهار. شبك حبيبتي؟ فيكي شي؟ ما في شي حبيبتي، ما في شي. مو كان عندها قبل شوي استعراض؟ لسه هلأ عندها استعراضات تانية بدها تشوفها كتير. ايه خالتي ام النور. لك ام النور، ام النور ما بتقدري تشوفي ضو شاعل يعني الا بتحبي العتمه انتي؟ انا جاي لعندك لاتعرف عليكي اولا، قصدتك بموضوع شخصي. ليش في بيناتنا نحن مواضيع شخصيه؟ ايه شخصي، ليه مستغربين؟ الحقيقه ما عاد استغرب شيء ابدا. عواطف. عواطف؟ شو بقى عواطف؟ خبرتني انه ابنك المحروس ابو جانتي بيشتغل بدبي، وانا من زمان كثير حابه اقدم استعراضاتي هنيك. ايه والله يا امي، سمعت لك انه بالامارات كثير 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 بحاجه استعراضات، يعني اكيد بيكونوا بحاجه لست نونو. لك تسلمي لي يا حق، اول استعراض لك رح احجز الصاله كلها على حسابي. هلا شو بدك باستعراضات البنت؟ خلينا باستعراضاتك لحالك تخبريني. شو قلتي خالتي ام النون؟ يعني الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي شي خالتي ام النور، كل التكاليف علي، انت بس اسالي. وهي رح اترك عندك السي في تبعي وشويه صور. شو ها؟ هذا السي في تبعي خالته، يعني فيه كل شي معلومات وخبرات عني. تفضلي. شو صار لك خالتي ام النور؟ ما في شي، نشف حلقي هيك فجاه. عواطي بدي كاسه مي. اول طيب انا صار لازم امشي، ما عاد فيني اترك كلبي اكثر من هيك لحاله. اي معك حق، الكلاب ما بتنترك لحالها. اذا صار معكم شيء خبريني مع عواطف، لانه رح نشوف بعضنا كثير بالايام جاي، ما هيك عواطف؟ إيه إيه اكيد اكيد اكيد. اهلا وسهلا، شرف. بعيدي يا الزياره. اكيد ان شاء الله. مع السلامه.
doing here? You're so cute. I like your style. لا ابو جانتي صدفة ومن بين كل الناس علاقني. شو شكل عمران اليوم؟ والله مولع ابو جانتي. يا عيني عليك، وهلا بوجودك رح تولع اكثر. قوم معي ابو جانتي. وين الله يخليك؟ لا مخرج والله في صدفة. لك يا ابو جانتي، لك ما بتولع الا فيك. لك يا حبيبي خلص غير مرة ان شاء الله. طيب ابو جانتي، اذا بدك مني شيء انا تحت، بس قول لي الو. لعيونك حبيبي. حبيبي سلام. انجوي انجوي يا حبيبي. لا 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 ل